قدرت الإحصائية طفل 65 ألف طفل فلسطيني بين 7 و 14 عام بيشتغلوا في سوق العمل المحلي، و 102 طفل فلسطيني تحت سن 18 تركوا مقاعدهم الدراسية مع نهاية عام 2019 والتحقوا بسوق العمل. هذه إحصائية بتخوف، القصد بتقولنا أنه لازم إحنا نوقف شوي لحتى نتأمل شو ماهية الوضع اللي بيعيشوا أطفالنا في فلسطين، ولوين إحنا رايحين، وهل الكورونا ساهمت بالفعل في اتساع نطاق ظاهرة تشغيل الأطفال الفلسطيني؟ هالسؤال مباشرة نطرحه عبر الخط الهاتفي مع أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد. أسعدت صباحا بكل الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يعني أرقام بصراحة يجب أن نقف عندها ونعرج عليها، ولا بد وأن نناقش ما الأسباب التي تدفع إلى ازدياد هذه الأعداد المهولة من الأطفال، الشريحة الصغيرة التي يجب أن تتمتع بمظاهر الحياة الطفولية، أن تكون بين أحضان وكنف العائلة، لكنها تتواجد فعليا في السوق الفلسطيني وفي الشارع، تعمل هنا وهناك، وبالتالي تشغيل الأطفال الفلسطينيين ظاهرة أصبحت ملحوظة وتتزايد بشكل كبير. إذا أردنا أن نعرج على الأسباب والعوامل سيد شاهر. يسعد صباحكم مرة أخرى. طبعا هذا الموضوع، موضوع تشغيل الأطفال وعمالة الأطفال، هو يعني موجود في مقياسا في كل يعني دول العالم، لكن يعني احنا بدنا نحكي عن فلسطين، والظاهرة هاي بفلسطين اللي هي كانت المفروض تكون يعني انها مش موجودة في سوق العمل الفلسطيني اللي هي عمالة الاطفال. في ناس بتحدثوا بدول بالذات بجنوب شرق اسيا استغلال فاضح لتشغيل عمالة الاطفال، بس لكن الحمد لله هذا الحكي مش موجود في مجتمعنا الفلسطيني، وهذا يعني ممكن يساعدنا اكثر في انه نقدر نتخطى يعني هذه الأزمة، وهذه الأزمة مش بسيطة لما احنا بنتحدث عن مجتمعنا الفلسطيني اللي هو تعداد سكانه حوالين 4 مليون، وبنحكي عن هذا العدد من عمالة الأطفال 65 ألف اللي هم بيشتغلوا بشكل، أو 64 وشوية اللي بيشتغلوا بشكل يعني واضح نتيجة عوزهم لأنهم يشتغلوا في هذا الوقت، لأنه تشغيل عمالة الأطفال بيزداد دائما بشهر بنهاية أيار وحزيران وتموز وآب، تزداد عمالة الأطفال، وهذه الزيادة بتكون ناتجة عن اللي هو تعطيل المدارس وكيفية يعني استغلال تشغيل الأطفال في تعطيل المدارس، وهذا يعني واضح. يعني احنا بنحكي يعني احنا موجودين في مجتمع المنشآت التشغيلية صغيرة فيها عمال ما بين 2 ل 5، اذا بدنا نشوف معظم المؤسسات التشغيلية في فلسطين اللي هي يعني 85 ألف، لو اخذنا مقياسا في 85 ألف منشأة ما اخذنا بقية المنشآت، بنشوف انه العمالة اللي فيها ما بين العاملين 5 ل 7 ل 8، أقصى حد 10 في هذه المنشآت، فتسربهم لهذه المنشآت بدون يعني ما حد يعني يعرف في الموضوع يدرى عنه، هذا وارد جدا 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 يعني وارد. وإحنا بنعرف هلأ مثلا في عنا ظاهرة كثير خطرة جدا، لو ننزل على الشوارع نشوف البسطات اللي بتكون كيف بتم استغلال تشغيل الأطفال، وهذا مخالف وممنوع في القانون، وكيف يعني بتم استغلالهم في بعض الورش، بالذات الورش اللي احنا بنفكرها منزلية وبيشتغلوا فيها، وخاصة في الصناعات الغذائية التقليدية. نعم. مثل اللي بيشتغلوا، وانا بحكي بالصناعات الغذائية التقليدية، اللي بيشتغلوا بالحلويات، اللي بيشتغلوا في المطابخ، اللي بيشتغلوا كذا، واحنا عندنا هون بتحكي عن منشآت كبيرة جدا. يعني حتى دائرة الإحصاء المركزية
لما تحدثت عن هذا عن العدد او التقدير لعمارة الاطفال، دائما هي بتاخذ الاشي الاقل، ما نعم بتاخذش الاشي الاكثر عشان يتم التفاؤل ويتم انه نعم حل إذن هذا الموضوع. يعني هذا يعني لربما الأرقام بصراحة لربما تكون أكثر من بس المطروحة، ولكن نعم في كمان مسألة ممكن انه الاعلام ما اخذها بعين الاعتبار، نعم اللي هو كيف الاحتلال وبالذات المستوطنين كيف بيشتغلوا بشغلوا الأطفال وداخل المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية، وهذا الجانب لم يسلط عليه الضوء. يعني أنا ما بعرفش شو السبب، بس يعني إحنا تقديراتنا لا يقل عن 5000 طفل بتم تشغيلهم في شهر أيار وشهر حزيران وشهر تموز وآب في المستعمرات الإسرائيلية، وخاصة لأنه هذول الأطفال ما بيحتاجوا لتصاريح عمل، ما بحاجة لأي شيء، كيف بيتم استغلالهم. وبتعرف في هذا الموضوع موضوع من أخطر ما يمكن، وللأسف الكبير جدا أنه هذا الاستغلال بيتم في وضح النهار ولا أحد منا بيقدر يرصد هذه الحالات اللي نقدر نحكي عنها ونتحدث عنها، وخاصة أيضا أنه في منهم بيشتغل في القطاع الزراعي، وإحنا لما بنحكي بالأغوار والمناطق الزراعية بنحكي عن يعني أعمال خطرة يكون فيها هدول الأطفال من قبل اللي هم المستوطنين. إذن يعني إذن هذا عن الأعمال الدخيلة لربما التي بالإمكان أن نسميها، والأعمال التي تسرق الطفولة نتيجة الاحتلال. لكن إذا ما أردنا أن نعود للوراء قليلا ونذهب إلى الواقع المعاش فلسطينيا، إلى أي مدى سيد شاهر بصراحة ساهم سوء الوضع الاقتصادي وأزمة الكورونا التي عشناها ولا نزال، واليوم أيضا تأخر الرواتب بازدياد أعداد الأطفال العاملين، البعض يعني لربما يجد في ابنه أو في طفله معيلا لمنزله ولبيته، فبالتالي كيف يمكن النظر ووجهة النظر فيما يتعلق بهذه الملاحظة وهذا القول؟ بتتحدث في حضرتك، هذا واقع، يعني نقدرش نقول انه مش واقع، نقدرش نقول انه في اطفال بينزلوا بيشتغلوا عشان عائلاتهم هي بحاجه. مثلا وانت تحدثت في بدايه حديثك عن 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 الكورونا كيف اثرت على سوق العمل، كيف اثرت في انها تزيد من عماله الاطفال، وهذا واضح انه في عندنا احنا التوقعات لحد هلا اللي تم فصلهم وفاتوا جيش العاطلين عن العمل 75,000 اللي هلا، يعني هذول واضح اللي بيشتغلوا في قطاع السياحه، اللي بيشتغلوا في المطاعم، اللي بيشتغلوا في قطاع الخدمات، في هذا في 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 الغزل والنسيج، هذول القطاعات تاثرت وتم فصل عدد كبير جدا من هذول العمال، وهلا هم في سوق العاطلين عن العمل. عدد من هذول الاطفال اكيد راح يعني هم مش قادر يعني رب العائله انه يعيل عائلته، فنزل طفله من اجل انه يشتغل وانه يقدر يجيب يعني قد ما يقدر يحصل، لانه احنا بنعرف كيف بيتم الاستغلال. هو حتى يعني بدنا نقول انهم ما بيحترموش القانون في عدم تشغيل الاطفال، حتى لا يحترموا ساعات العمل ولا يحترموا الاجور، حتى الاجور لا تحترم بالنسبه لاستغلال الاطفال، وحتى المهنه اللي بيشتغل فيها الاطفال يعني بيتم ايضا زج الاطفال انهم يعملوا فيها، بالرغم هي بتكون مخالفه. فلذلك يعني مساله الاستغلال في هذا الموضوع، ومساله انه الطفل يشتغل وياخذ محل رب العائله او محل والده او اخوه او غير ذلك، هذه لسه جريمه اكبر من تشغيل الطفل صحيح. بارادته بحد ذاته صحيح. فلذلك يعني احنا رايحين نشوف انه في هناك عندنا جاي وضع مش بسيط مش سهل. يعني نحن بنحكي عن رواتب تأخرت لأكثر من 256,000 موظف بيشتغلوا في القطاع العام نتيجة، يعني وإحنا عارفين نتيجة إيش، يعني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، عدم يعني تحويل الأموال المقاصة وغير ذلك، وهذا كله راح يأثر في النهاية بوضعنا الاقتصادي اللي هو في الأصل بعد ما مرينا في أزمة هذا الفيروس والجائحة، جائحة كورونا، راح إحنا مرينا في وضع مش بسيط
لما بنحكي عن كيف تأثر 400 ألف عامل تأثروا من هذه الجائحة، وهلا عندنا 265 258 ألف عامل بيشتغلوا في القطاع العام. يعني هذا العشرة الآلاف من العمال يعني مش عارفين يعني لوين، والموظفين مش عارفين لوين راح توصل الأمور، والتهديد الاقتصادي والأمن الاقتصادي عليهم وعلى عائلاتهم. هذا بده تدخل، يعني تدخل من المجتمع الدولي من أجل يعني إنقاذ يعني ما يقدروا ينقذوه من هذا الوضع المتردي. وخاصة إحنا مقبلين على خطة أمريكية صحيح، وربما ستزيد من الوضع صعوبة، وربما أيضا هذه العوامل جمعاء تساهم في رفع وتيرة واتساع نطاق ظاهرة تشغيل الأطفال الفلسطينيين الذين لا نود أن تتزايد رقعتها في فلسطين وتقتل ملامح الطفولة. أشكرك جزيل الشكر سيد شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على هذه المداخلة، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم. هذه المرة وفي الدقائق القادمة سنتحدث عن مناطق